تشكيلتان الفريقين، البداية بالفريق الضعيف نادي تشيلسي، حراسة المرمى لإدوار ماندي، يمين الدفاع أسبيليكويتا، لليسار شينويل، ثنائي محور الدفاع لتياغو سيلفا وكورتزوما، وسط الميدان ثلاثة لاعبين جورجينو كوفازيتش وماسون ماونت وثلاثي خط النار هوتسون أوداي تامي أبراهام والألماني تيمو فيرنر. اختيارات المدرب فرانك لامبارد، بينما أمامنا الثنائي الفرنسي نغولو كانتي وأوليفيه جيرو. تشكيلة فريق رين، الفريد كوميس حارس المرمى المالي أماري تراوري، على يمين الدفاع أدريان تريفير، اليسار جيرزينو نيامسي ودارميان دا سيلفا محور الدفاع، بوريجو انزونزي وكامافينغا، في وسط الميدان جيريمي دوكو البلجيكي، جيراسي والسيليكي، هذا هو ثلاثي خط الهجوم. المدرب طبعا جوليان ستيفان. إذا الحكم الهولندي بيورن كويبرز يعطي ضربة البداية لهذه المباراة المندرجة كما قلنا ضمن المجموعة الخامسة في جولتها الرابعة. تشيلسي اليوم الانتصار يأمن، هو ببساطة كاتب التاريخ في نادي تشيلسي. فوات كرة ممتازة لفريق تشيلسي. فعلا مشاهدينا الكرام هذه كرة لكن تقطع في الفرقة الهولندية، وهذه كرة للبروس يوزع غريبة. تيمو فيرنر الألماني منذ البداية منه فريق رين يعاني. شوف الصنع في الإيقاع، هوتسون أوداي اللي كان في التوزيع يخرج فيرنر وجه لوجه مع الحق تامي هوتسون يعدي والركنة وكرة بالرأس لكنها بعيدة تمر عبر جير جورجينو يوزع أسبيليكويتا. فيرنر في التحضير، تريفير يوزع تصدي من كورتزوما، يركم فينجا ويعدي سكري لكن ضاعت الكرة. كرة طويلة لتيمو فيرنر، تصدي ممتاز من 2019 حامل اللقب. كرة ممتازة لكوفازيتش وكرة جول، كرة جول أوتسون أوداي. أوداي جول، أوداي جول، سرعة إنجليزية رائعة ومثالية والبداية نارية للكتيبة اللندنية. هو أمامنا أوتسون أوداي يفتتح التسجيل لفريق تشيلسي اللي نذكره لم يقبل أي هدف إلى حد الآن في أربع مباريات. مشاهدينا كيرك في الجولة الثامنة والخسارة الثالثة بقرار فرانك لامبارد. فير يرجع الآن للنزعة الهجومية والركنية، الركنية للفريق يراوغ تراوري يوزع ولعب شينويل والتصدي الأولى والثانية والحكم يأتي ركنية. بيورن كويبرز الهولندي يشير الركنية بن شينويل. كوفازيتش وين هذه الكرة؟ بعثها لزاكري بن عاصم الكرواتية. نادي رين اللي خسر سبعة من آخر عشر مباريات لعب يحاول يوزع وغريبة غريبة وعجيبة هذه الكرة اللي ضيعها السيريكي. شوف الفرصة كانت كان ضد كرة. شوف السرعة الإنجليزية، كرة سهلة عند صعبة أمام بوريجو. تسويب بعيد من إدواردو كامافينغا. قلنا ثلاثة مباريات دولية مع ديدي ديشان، هدف واحد لكامافينغا كلاعب ارتكاز. بوريجو مرة أخرى، عودة أوتسون أوداي أخيرة من دفاع البلوز. تسويب، التسويب من سيرو جيراسي والتألق للحارس إدوار ماندي اللي قلنا في تسعة مباريات حافظ على نظافة شباكه. جينوان جيراسي، جيراسي خاطئ منه، رفض الهدية الإنجليزية لبن شينويل. سيرو جيراسي كورتزوما قبل اثنتين لفريق تشيلسي.
وبالراس يحاول المرور. اخرى بالراس ادوار ماندي وطويله وخطيره وما زالت الكره، لكن الرايه رفعت. صامت فريق تشيلسي يريد انهاء الشوط الاول متقدم. قدم دا سيلفا والحق سي كوا سي ان بينالتي برسك لا بوريجو اسبيريكو قتل اوتسون اوداي وبراس فرر. هنالك دفع من الالماني على المدافع المالي ماري تراوري لتيمو فيرنر والالماني السريع لولا الذكاء. وهذه الكره وهذه السرعه كره رائعه في اتجاه طويله من البرازيلي طارب الكره تتعدى للبلجيكي جيريمي دوكو. المرور تتعدى الكره والتصوير كره تصطدم بتياغو سيلفا. Be careful. عالية الكرة على مستوى القائم الثاني وفي النهاية من الثابتة بوريجو يوزع والتصدي سوايب ومرة أخرى تامي أبراهام ضد سان تيتيان أونجي وباريس سان جيرمان والألماني يوزع وكما فينجا في الويفا شامبيونز ليج وحكم 22 مباراة هذا الموسم يدير كويبرز في دوري أبطال أوروبا. تيمو يعدي عودة القوة الضاربة الجديدة في المنتخب الألماني. أيام قادمة صعبة الديربي اللندني أمام كورة ضربة جزاء لا ويعدي أملاع بوريجو ذاو كورة سريعة ويوزع وتس تعدي الكرة بسرعة بين شيلويل تغطية من تياغو سيلفا عكسية كرسي الكرة ويدخل منطقة الجزاء وفي الوضع الهجومي وكيراسي لم بالراس ادوارد ماندي تبقى النتيجة دائما تقدم تشيلسي بهدف صعب على ديل كاستيو. كذلك شبني نوندا في عام 2000 وراس جول المطرقة كيراسي جول باب 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 باب. شو هذا؟ ما هذا يا كيراسي؟ تيمو فيرنر وبالراس شبان اوليفيي جيرو جول اوليفيي جيرو جول اوليفيي جيرو في الزمان القاتل